ولد عمره يومين ب20,000. بيع الأطفال ليس بقضية جديدة، خصوصاً علينا في برنامج للنشر، لكن ما خبرناه هو البيع تحت ستار التبني بطريقة تتخطى بيع الأعضاء الذي فضحناه في الحلقة السابقة من سلسلة الكشف عن الممنوع، بينما الجديد اليوم هو تجارة الأطفال في أسواق لا يمكن لنا أن نتصورها. تابعوا معنا ما ستفضحه كاميرا للنشر حين تدخل إلى أكثر الأماكن خطورة في لبنان. شوف يا خالد، مين بدي استرجعك معك هون؟ الوالد والشكة. قديش بدك مصاري بس تفيد أنا وياك؟ الوالد هون والشكة. في شرط، أنا بدي يشبه جوز أختي وأختي. بدك تفرجيني صورة أختي؟ ايه. شو بيثبت لي اهله ما يرجعوا يسالوا عنه؟ انا بيثبت لك انه اهله ما يسالوا عنك، ما بقول لك تعرفوا عنه. شو بدك؟ بشو بدك بربهم اساسا؟ بتعرفيني شيء؟ قلت لك عرفت عليه. هلا شفتك. اذا جيت انا اعطيتك على الوالد وفلت، بدك اياه صغير، شيء اكيد بدك اياه. اكيد بدي اياه صغير، ما بدي يعرف. هي مش ما بتحكي انت، بتحكي شوفي انت شو بدك. لا لا لا، انا ما بدي، انا هي بدها تاخذ عمولتها من الاخر. انا في عندي واحد بيجي. ايه. بدي اشوف هو قديش بده على. لأنه إذا جبت لك ما فيني خليه عندي بنوم. لا، 20,000 غالي. ولد عمره يومين ب20,000. يعني إذا بدي مثلا قديش بدنا نعطيه مثلا؟ بدي أعطيه لزلمة، إذا بديش يطلع لي فايدة، يعني مثلا بده يطلع لي 3,000 4,000 بياخذني الويلة. صرت لها شكيت شو. هيدا شو؟ أوكي. شفتيهم مثلا؟ السيدة ترى ما هدول شو؟ قد إيه بدي أشتري هيدا؟ هيدا بدك تحسب لي حساب. بدك تحسب لي حساب. مثلا وقد ايه فيني اعبيه؟ طب وانا شو بدي مال لي؟ ما انلقط هيدا التشيك. ما هيدا اصلي يعني مش مزاوج. عم بيقول لك سائل انه حاج انه بيسوي لك هويه مزوره على هيدا الاسم وبتروح تتصل فيه للتشيك، شو رايك؟ يعني مش باسمي انا. او ماي جاد، لاف ات، حبيت. هنا لملم فريق للنشر نفسه بسرعة من هذا المكان على أمل أن يتبخر الاتفاق لحظة السعي لإتمام الصفقة، أو أن يكون كل ما سمعناه من هذه العصابة ليس أكثر من ادعاءات غير قابلة للتنفيذ، إلى أن جاء وقت الاستلام فزرنا هذا المكان مجدداً. صار لها 7 سنين ومعه مصاري كتير، وحماتها عم بتنق عليها انه او بتجيبي صبي او خلص. انا هلا بدي انا بدي هلا واحد ما عنده ذاكره بالمره، وحتى لو ولد عمره 3 سنين مش مفروض يكون ما بيتذكر؟ 5 سنين بيتذكر. انه هيدا بتحسب لي ارخص شوي اذا بدي يصير يجيب 3 اولاد مثلا. عم بزيد عن هيدا شو 5000. لا هيك صارت متاجره هيك. وين جبته؟ وين جبته؟ والله جبت لك اياه مطرح بشهر شوي مثل طلبك يعني. شو؟ البنت ارخص. ايه كلهم. يعني شي 15,000؟ اكيد. حماتها يعني عم ترجع لك. اوكي. تعطيني خير، قلت لك حماتي. ها؟ ما قلت لك حماتي. هلا بعتك انت هون تبعتي بتسمعي البيت. عم تحكي عن جد؟ ويكرا. كيف بدك تموتها؟ بركي شكوا، لأن أنا وياها دايما دراجي. أنت بعيد، مالك شغل، شو بدك من الشغل؟ قديش تدفع لها لحتى تموت؟ وريح أختك منها. بتسويني بتكون خالص بقصتك، عندك قهوة من الوالد. قهوة من الولد تقتلها. شو بتموتها بحادث السيارة يعني؟ شو بدك أنت؟ طب وين الولد؟ خبر إنه ميتين. طب وين الولد؟ جاي. قد إيه عمره؟ طب يلا جيب لي 8 اشهر مش مشكلة. هلا هو يعني امه مش معلقة فيه، يعني بكره هلا بكره بتقول لي بدي او معلقة فيه ما بتعطيني. اذا انت معلقة بابي بتعطيني اياه. يا ماما بس كبير. يا ماما أنا والله فكري هنيك يعني وهني أهلك فيك. أنا والله فكري هنيك يعني وهني أهلك فيك. عالنظافي بالمواقف وعالمواقف بالسياسي وعلى كل شي اسمه تكتيك. بهنيك
بهني نفسي فيك. أنا شخصياً أكثر شيء مستغربه هو التالي، إنه يضيعان التعب لتعبناه تنموه الوجوه، يعني قلنا كل النهار عم نشتغل تنموه الوجه، لنتفاجأ لما وصلنا على استوديو إنه حسين طلايس شخصياً ناطرنا بالاستوديو عم بيقول إنه هو حابب يطلع معنا بالحلقة. حسين هو الشخص اللي كان عم بتحاوره زميلتنا واللي كان عم بيأمن للولد وبده يقتل الحما ومعه الشيكات المزورة وكل هيدا. هلأ المفاجأة ما بعرف شو هي، يعني أول ما نزل يعني البروموشن أو الدعاية الإعلانية للبرنامج على الهواء بيتصل حسين مظبوط وبيقول إنه هو عنده خبرية تختلف تماماً عن اللي حصل. هو اللي حصل له أهداف أخرى، كان مطلوب منه ينفذ عملية تانية من خلال استدراج هالصبية اللي معها 20,000 دولار لبيته بإهامة أنه رح يعطيها ولد ويأخذ منها 20,000 دولار لا أكثر ولا أقل. حسين مساء الخير. هلا مساء النور. مش عم بسمع صوت حسين مزبوط، إذا بتعلوا لي الصوت بدي أعذبكم. مساء النور. مساء النور يا حسين. يا حسين شو القصة؟ يعني شو صار تحديدا؟ نحن أبلغنا أنه حضرتك موجود بمنطقة معينة، أنه فيك تأمن أطفال وبتبيع أطفال وبتعمل كل يعني أي يعني إذا بدك مجرم محترف من كل الأنواع. تفضل عم بسمعك. القصة كلها سوا بالتفصيل. يلا. أنا من شي 5 أيام دقت لي وحدة اسمها زينة، قالوا مرحبا، قلت لها أهلي. هيدي قبل ما تحكي معي هيدي المتموزيل اللي عم تحكي عليها. نعم. قالوا مرحبا، قلت لها أهلي. هاي بالمنى بشي 5 دقايق. زينب؟ إيه. هلا بنقلكم مني زينب. هلا بعدين بنقول مين زينب. قال مرحبا، قلت لها أهلي. قالت لي في شغلة بدي زبطها، بدنا نشوف كيف تزبط معنا في ضربة مليحة. قلت لها إيش هي؟ قالت لي هلا ما فيني شيء احكي معك بالتفصيل لانه المتموزيل حد مني هلا بحكي عن اياها وبحكي. انا ما عم بسمع. شيء 10 دقائق او ربع ساعه دقت لي، الو مرحبا، قلت لها اهلا. قامت صارت تحكي لي انه في ولد بدها ولد صغير وبده شو انه بدها تشتري ولد. قامت قالت لي تحكي مع المدام مع المتموزيل احكي معها. قمت احكي معي وقمت قلت لها اني تحكيني على التليفون هيدي القصص، معقوله يعني عم تحكي معي على التليفون يا ست زينه؟ قلت لها اعطيني اياها. قامت قالت لي خذ احكي معها. قمت قلت لها يا زينه معقوله يعني عم تحكيني الحكي على التليفون وهيك؟ قال طيب يلا رايحه لعندك ومش مطوله. قلت لها ماشي، حسيت توصلي على الحي بكون جيت من شغلي بتدقي لي بتعلمي لي بيجي على الباب. ما طولت وعلموا لي، جيت لقيتهم يعني قدام البيت. فتنا على البيت صارت تحكي لي بقصص الولد وما ولد ومدري شو. هلا هي حكتني زينه حكتني انه شو بده يصير. قلت لها يعني لنشوف. قال في نصبي فيها شيء 20,000. قلنا لها منا. قمنا صرت تحكي زينب شو بدها تشتغل وقعدت هي وانا صرت اتمسخر يعني اضحك عادي يعني لا اخذها جدي ولا شيء. هلا ما طولوا عندي وفلوا. ثاني يوم بالضبط شي الساعه 4:30 5 يعني مش عارف بالضبط مش محدد اي ساعه. عم بدق لي يا زينه انه هيدي المره المتموزيل اعطيتها رقمها. قلت لها ماشي الحال كتر خيري. قال رح تحكي معك وبتتفق انت اياها ونحن بنكون زبطنا الوضع. قلت لها ماشي الحال. ما طولت كانه هي عم تفق اياها شو عم يصير ما بعرف يعني ما طولت كثير ودقت لي هيدي المتموزيل. مرحبا، قلت لها اهلين. قال كيف بدي اشوفك وبدي اوصل لحد منها؟ قلت لها باي مطرح انت؟ ما بعرف مهم. قالت لي باي مطرح. قلت لها بتركب السياره بتوصل لحد فرن الولاء؟ قال كيف بدي اركب؟ قلت له اركبي بالتاكسي وقولي له حد فرن الورا او حد جامع الرسول توصل لحد فرن الورا. قال قديش بدي؟ قلت له ما بعرف انت باي مطر. المهم قالت لي مهم ما بعرف وين. قالت لي قلت له على 7 انا بكون خلصت الشغل بجي على الشغل. قال ما ماشي الحال. شي 7 وشوي دقت لي، قالت لي انا صرت حد جامع الرسول. كيف بدي اشوفك؟ قلت له انا رح الاقيك لحد فرن الورا. ولقيتها لحد فرن الورا يعني عادي يعني. يعني لاني اخذ لعاطي يعني عادي عم بمزح وبضحك يعني عاديه عندي ولا سائل عليها لسه كلها سوا. هلا مشينا على الطريق انا وضلنا جايين على البيت. فتنا لجوا. هلا صرت تحكي لها على ولد وما ولد ومتشو. قامت قالت لي ولد عمره يومين ب 20,000
قلت لها أنا طيب أنت ليش متجوزة شيء؟ قالت لي لا. قلت لها ليش ما بتتجوزي؟ قامت قالت لي ما بدي أتجوز. قلت لها تجوز وجيبي ولدي. قلت لها إذا أنت عندك ولد بتبيعي ب 20,000؟ قال طيب 22,000. قلت لها 22 مليون بتبيعي أنت؟ قامت ما ردت. قلت لها طيب ما ردي بتبيعي شيء؟ قال لا. قلت لها برافو عليك. هيدي كل القصة يعني سواء يعني أخذها شغلة مزح وما مزح. وجيت عم تحكي لي حميتها أم صرت أضحك يعني قلت لها أنا بقلت لك إياها عم بمزح يعني. هيك أخذها يعني بمزح وضحك ماني عادي. في ابن خيي معي هلا هو موجود معي هون هو وأمه موجودين عندي هون. معنا يعني بالبرنامج. أنا حامله. قامت ساعة اللي فايت فيه أنا لجوا لعندي على البيت. صرخت بوجهه صرخ الصبي. قمت قلت لها سمعتي للصبي هيك بأمه؟ صرت تقول له لا يا عم يا خالتي لا ما ادري شو ما كان يقرب صوبه يعبطني يقرب صوبه. لا راح وديه يعني ورحت وديته شو مصوره شو مشتغله ما بعرف. جيت على البيت تري ست زينه مظبطه الوضع شو بدها تعمل. انا قاعد جوا لقيت الباب اندق. قمت طلعت لبرا لقيت شبان. قال مرحبا قلت له اهلين. قمت وقفت صرت احكي معهم انا. قال هاي البنت عندك بدنا ناخذ نشوفك بدنا نشلحها مصير جوا. قلت له كيف بدك تشلحها عندي؟ قال زينة مزبطة الوضع هي ونحن على حسب ناخذ انت بس انك عليك فرجيت الولد وخلاص. قلت له كيف يعني بدك تشلحوها عندي بالبيت؟ قال قلت له بفوت بشلحها عندي بالبيت بدي اعمل الله ما خلق من كان يكون. قلت له مش انا اللي بشلح وحده عندي بالبيت. هلا مهم فت لجوا دقيقتين يعني شي خمس دقائق رجع ندق الباب نفس العمليه. قمت طلعت قلت له شو؟ قال لي زينة موجوده وبدنا نشوف كيف نشلحها. قلت له قلت لك لك ما تفلمي انت اني مفروم روح فيلم ما في حدا يقرب عليها. هلا جيت انا وقفت على الباب صرت احكي انا اياه ونتحدث ومدري شو. مهم حملنا حالنا وقمت فلت وصلت لراس طلع عنا بدها تفل حالها. قمت عيطت لها قلت لها لحظه شوي ما تفل حالي. قمت قلت انا احنا ما تروح يعملوا لها الشغله على الطريق. قمت قربت لقدامه ما طلعت من نفس ما فت بالطريق العادي فوتت بزروب وطلعت ووصلت لحد فرن الولاء. ورك ما كنت فيلم حد لا امنت بسياره وامنت انه فلت ارتاح راسي حملت حالي فلت. هيدا كل القصه ما في شيء منه كل المعمين عرض. هيدي هويتي معي عمري 45 سنه اذا علي شيء من 45 سنه لليوم اي شيء بيجي علي انا حاضر. طيب. اي شيء بيصير. حسين نحن سمعنا وجهه نظرك بس كمان يعني ما بدي انا كثير هلا فوت بالتفاصيل الشكات اللي كانوا معك شو هن. بس سؤال على الشكات لانه صاحب كل اقوال لا الشكات الموجوده لا لانه انا معي في يسأل عليهم في يسأل عليهم. عفوا لانه انا معي زميلتنا زهره على عم بتتابع معي الحديث. قالت لي بلش الحديث 100% صح الكلام من نص الحديث ورايح يعني لما بلش الديل والمفاوضات قالت لي هون غير كل حديث. وزهره مساء الخير. ما غيرت لا لحظه زهره مساء الخير. مساء النور توني زهره. تفضلي انت ايه انا بدي اوضح شيء. اول شيء مش مزبوط انه في رجال احنا معنا تسجيلات صوت وصوره مش مزبوط انه في رجال راح لعندهم ومدري شو هالخبريات كلياتها. شغله ثانيه اذا هو مثل ما عم بيقول جاي عم بيسلم حاله شخصيا انه مش خبريه ولد او بيع او تجاره بالولاد. طب يعني خبريه تسليح يعني تسليح مصاري. برافو عليك. كانوا بدهم يشلحوك وانا ما قبلت. أنا كانوا بدهم يشلحوك وأنا ما قبلت لحالي، ساعة لقيته بدهم يشلحوك. أنت ليش جبتني مرة ثانية لعندك؟ من بعد إذا ما كان عندك نية جاي تصلي لي من بعد إذنك يعني؟ أنت فليتي من عندي معزز ومكرمة، سألتك شو سؤال، حكيتك شو كلمة برا الطريق؟ بس السؤال أنت عم بتقول بس أنا في لغة لو سمحت إذا بتريد حسين، أنت عم بتقول إنه أنا قلت لها ليش ما بتتجوزي أنت ومدري شو؟ مظبوط. أنت تكون عم تتحركش في بهي الخبرية. لا لا بدي وقف. طيب قربت أنا حكايتك شو كلمة برا. لو سمحت إذا بتريد، لا أنت حدا كثير محترم وعرفنا وعلى عيننا وأنت ضيف بالنسبة إلنا، بس أنا بدي أوضح شغلة إنه وقتها اللي أنت نحن على الهواء أصلاً في صوت وصورة إنه هو هيدا الولد مش لإلي، هذا الولد لأختي، كيف عم تطلع بتقول لخيي، هيدا ابن خيي إحنا معي هون. احنا معي هون بالبرنامج. عراسي ابن خيك انتو عم تستعمل دمك ودمك ولحمك كرمال تعمل عمليات تشليح. بس لحظة شوي انا ما انا كنت انا لو بدي شغلي نحن عم نقول انه هيدا الموضوع كان لاختي على اساس
مش لإلي لحتى لي انت تقلي ليه ما بتتجوز. برافو عليك. انا ما سالتك انه ايه اذا انت عندك ولد بتبيعيه ب 20,000 شو رديت علي؟ ما لا اول سؤال ثاني سؤال سالته عنا ايه عنا ايه صوت وصوره يا حسين انه هيدا الشيء باخر شيء وانت موجود يا شو عرضني بالريبورتاج انه هيدا وقت اللي انت بتجي بتقلي انه هيدي امه هي مستغنيه عنه حرفيا قلت لي خلينا نخلص الموضوع قبل ما يجي بيو بسرعه امه مستغنيه عنه ولو عندك ولد بتجي بتبيعيه. طيب. هون هيدا الجمله مضبوط قلتها طيب ولكن بمكان ثاني هون التأويل تغير وصار في تحريف بالحكي موجود. نحن انا ما بدي انتبه انا ما عم بقولك انت شيء ما قلته. انا في عنا يا حن الناس كلهم عم يسمعوا عم بيشوفوا في عنا صوت وصوره ونحن طلعنا بالريبورتاج باخر جمله انت عم بتقولها انه انت لو عندك ولد بتيجي بتبيعيه للولد وشو قايله بس وين قايله شو رديت علي انه اكيد لا شفتي محلات شفتي محلات انا يا خيي بدي سلم شفتي معك محلات. لو انا بدي شل لو انا بدي شل هيك ملاحظه شوي بعد عمليات تشليح لحظه لحظه هيدي اخطر بكثير من بعد اذنك بتستغل ضناك وبتستغل دمك ولحمك كرمال طيب. طيب. من بعد اذنك سؤال من بعد اذنك تفضل تفضل اسال سؤالك خلينا من بعد اذنك بدي اسال سؤال حدا حدا سالك قد اي واحد شلحك او قرب صوبك انا كنت قادر شلحك مزبوط ولا كنت قادر شلحك ولا لا؟ بس انا قلت لك انه انا المصاري حني مش معي قلتي لي معي لحظه شوي قلتي لي معي قلت لك معي فيزا كارت برافو عليك انا قلت لك ما تجيبي ما فيزا بالفيزا كارت قلت لك جيبيهم معك مزبوط ولا لا؟ قلت لي احنا لكن موجودين معك بس انا قادر شلحك اياهم كنت شلحتك اياهم وفلت اعملي اللي بدك يا سعيد زارا شكرا زارا شكرا لك على المداخله حسين استاذ طولي. يعني اليوم في شغلتين يا انه انت لما طلع الاعلان على الهواء وحسيت انه انت مصور وصورتك وكل شيء موجود معنا وممكن ينكشف حقيقتك قررت تجي تخبرني هيدي الخبريه لنغطي على خبريه اخرى خصوصا انه زينه عفوا خصوصا انه اللي انت قلتها زينه هي زينب مزبوط. زينب رح اقول مين هي زينب. زينب هي الشخص اللي كان مفروض تطلع معنا الحلقه الماضيه وهي كانت بدها تسلم حالها على الهواء لانه متهمه بعده امور لها علاقه بالنصب والاحتيال وسرقه سيارات وما الى هنالك من امور ونحن رفضنا تسلم حالها على الهواء معنا قبل ما نكون مبلغين القوى الامنيه بهيدا الموضوع والمحامي تبعها يكون موجود وتأجلت الحلقة لهذا الموضوع لنتفاجأ أنه بنفس الأسبوع زينب مع حضرتك ركبتوا هيدي التركيبة هلأ زينب كيف ركبتها شو بدها تعمل شو بدها تبليني ما بعرف شو ليش نعم. ليش حطتها براسها هي نعم. بس أنا أستاذ توزين لو أنا بس طيب. بدي شليح على أنا بدي أسألك سؤال حسين تيكون كل ضميرنا مرتاح يعني ضميرك مرتاح ونحن ضميرنا كمان ما نكون ضحينا فيك او بناس ثانيين هن انت مستعد تسلم حالك للقوى الامنيه مستعد تحققوا معك بكل التفاصيل خصوصا انه معك شيكات في شيكات مزوره او امور من هذا النوع انت مستعد تسلم حالك للقوى الامنيه ليحققوا معك حول هذا الموضوع انا مستعد سلم حالي للدنيا كلها سواء اذا علي اي شيء شكرا وانا عمري قلت لك عمري طيب. 45 خلص. سنه بتحدى اي واحد يعلم علي وهلا انا محطوط على المباشر نعم. اي واحد بيعرف عني اي شيء هلا مباشر يحكيها طيب عرفت كيف فاذا وهيدي عقصه المتمزيل لو بدي شلحها شلحتها نعم. ما حدا عمل معي شيء كنت طيب. فلاح فاذا هذا الموضوع عبر الكولونيل مسلم صار بايد القضاء وبايد الاجهزه الامنيه لانه نحن ما فينا نحمل ضميرنا بهذا الموضوع نحن دلونا على مكان ببيع اولاد كان في تجاوب تام من قبله لما صدر لما مرق الإعلان على الهواء إجا لعنا واتصل فينا وقال أنا لا الخبرية مش هيك الخبرية هيك نحن بالنسبة لنا بنحط هذا الموضوع بإيدكم بس شو رأيك من اللي سمعته؟ يعني نحن علينا نحقق أول شيء الواقعة إذا مزبوطة لأنه هو سحب كل الوقائع نعم. يعني سحب كل كلامه مزبوط هلا في واقع اذا ما نشوف الشيكات اذا لانه هيدي جرم واقع اذا مزبوط نعم. اما مسروقه او مزوره وعلى جميل حاله اما كان يتاكد من الشخص او المجموعه اللي كانت معه اذا في شيء سوابق عندهم شيء نعم. سوابق باكد انه ممكن يكون عاملين ممكن يكون جديه نعم. فكمان اذا هو وضع حاله بتصرفنا تنقدر نسرع هذا يعني يقرر يجي يطلع على الهواء على الهواء انا ماني جاي لا يطلع على الهواء ماني جاي لحتى يقعد هنتني انا جاي بدي اطلع على الهواء لحتى الكل عم تعرف انه مزبوط انا بحكي كل عم تعرفني عرفت كيف نعم. انا جاي لحتى اطلع على الهواء ماني جاي لحتى اقعد اتخبى
انا لو عارفين بدي اتخبى هيك ما بيجي ما بقعد الان. نعم من شهر نحن وقفنا عصابه لبيع الاطفال اللي بنطبق عليها قانون التجار بالاشخاص، وهيدا هالعمل اذا كمان صار او كان في محاوله انه يصير وما زبط بينطبق كمان عليه قانون التجار بالاشخاص. شكرا لك يا حسين. على راسي. اذا نحن اللي علينا عملناه. كولونيل انا بتشكرك، برجع بقول لك مره جديده شكرا من المطار لعنا اي شيء يعني للراي العام وللمواطنين. نحن قررنا انه نحن وياك نضل على تواصل دائما. نحن بننتقد لما يكون في انتقاد، بعرف انه ما بتزعلوا منا، بالعكس كل شيء نحن بنتقدوه برحابه صدر وقادرين نستفيد منه ونحن جاهزين. ولما يعني لما يكون في اي تعاون نحن كمان بهمنا اللي ما في مصلحه المواطن. شكرا لكل الضيوف. بعد في عندنا